اوكي يا جماعة، حاليا رايحين نشوف فيلم اوبنهايمر، جدا متحمس. بدر ما نام يومين، متحمس من الحماس. ليش الراديو شغال؟ المهم سحبت عليكم سناب، انا عارف، انا اسف، انا 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 اسف. كنت اصور مقطع ترافيس سكوت، خلصته، بينزل لكم يوم الاربعاء. تعبت على سكريبت، قعدت اكتب وقت. انا خلاص وصلت مرحله، خلاص احتاج كاتب، احتاج واحد يكتب نقاطي، خلاص. ولا ايش رايك بدر؟ كاتب ممتاز. انت كاتب ممتاز؟ ياما كتبت قصص. بس ياما كتبت قصص؟ ايه. انت لحالك قصه. شوف هو يا اخي ما اقدر اقول لك، لان بيننا اتفاق انا والشخص. انتم شخص بينكم اتفاق؟ ايه، ما يصير اقول. فارس عاشور شكلك تشتغل، انت الكاتب حقه. ماذا؟ احبك يا رب اصير زيك في المستقبل، ريان ان شاء الله تصير احسن مني. خجلتني. دايلر احبك والله. يا جماعة الخير، والله يعني هذا من دعاء الوالدين. والله انا احبكم، احبكم اكثر من بدر يحب الايس كريم. اوف، مستوعبين قديش الحب هذا؟ ديم. سكيورتي، سكيورتي منور. افضل يوتيوبر. يا جماعة الخير، تحرجون الواحد، اقسم بالله. يعني شكرا، وبس ما كذبت، والله ما كذبت. من صار لي فوق 10 سنوات يا حبيبي، تسلم. جد شمع الحين بطقني. السلام عليكم.